اكثر من عشره الاف حريق شهدها العراق منذ مطلع العام الجاري وفق الاحصائيات الحكوميه رقم كبير جدا يعكس جانبا من الواقع الصعب الذي يعيشه العراقيون اسباب عديده تقف وراء هذا العدد الهائل من الحرائق من بينها ضعف الاجراءات الوقائيه وتهالك البنى التحتيه وعدم الاهتمام بتوفير اجهزه الاطفاء الحديثه وغياب اعتماد معايير السلامه كما تشهد البلاد حرائق مفتعله عاده ما تؤدي الى خسائر بشريه وماديه كبيره في وقت يؤدي احراق النفايات الى تلوث الهواء في الاحياء السكنيه وتقول مديريه الدفاع المدني ان الاستهتار بالقانون ولجوء بعض الاشخاص الى افتعال الحرائق في المحال التجاريه او المنازل بسبب الخلافات الشخصيه او النزاعات العشائريه هو اكثر ما يؤدي الى حالات وفاه واصابات بليغه لا سيما وان معظم المباني التي انشئت خلال الاعوام الماضيه تفتقر الى اليات اطفاء الحرائق. كما أن انتشار الأبنية المعدة مما يسمى ألواح الساندويتش بانل زاد من المخاطر التي تسببها الحرائق خاصة وأن هذه المادة سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة وخلال العام الماضي سجل العراق نحو 26 ألف حريق أودت بحياة ما لا يقل عن 400 شخص فضلا عن إصابة المئات وطالت هذه الحرائق مستشفيات ومدارس ومطاعم ومخازن تجاريه ومجمعات سكنيه فضلا عن مئات الهكتارات الزراعيه وخصوصا حقول القمح كما تتكرر الحرائق بشكل مستمر في المؤسسات الحكوميه لا سيما في فصل الصيف حيث تنسبها السلطات في الغالب الى التماس الكهربائي بينما يؤكد مراقبون ان العديد من هذه الحرائق تفتعل بهدف اخفاء ادله تدين فاسدين او نتيجه التنافس الدائر بين الاحزاب والميليشيات التي تتصارع فيما بينها وتذهب اجهزه ومؤسسات الدوله وقودا لهذا الصراع الذي يدفع العراقيون ثمنه باهظا من ارواحهم واموالهم